اول حاجه انا تصدمت لانه دوك الناس اللي خداو ديك البنيه خداوها في رمضان قالوا محشوم عليكم، ما خليتو دوك الناس لا يفطروا على راحتهم لا يتسحروا على راحتهم. فريمون فيهم شويه الانسانيه ملي رجعوا البنيته. انا كنت نزلت في السناب شات على البنيه وفي الانستا ستوري وكنت كنقول يا ربي ترجع لوالديها لانهم امها كانت منهاره لدرجه كبيره وكاع الشعب تقاسم معاها الحلوه ديالها والمره، وكنقول لها مبروك عليكم العوده ديال غزال، وكعيت بزاف بزاف كثر لان حزميت بنتي. دونك حسيت بشنو تتحس الام، وكنقول لها الحمد لله على كل حال وما تبقاش تخرجيها مره اخرى، خليها في الدار اختي جدك تخرجيها.